بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من حلقات تفسير سورة التوبة، التي نستهلها بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. الذين يؤذون النبي، الأذى ما يؤلم الحي في بدنه أو في نفسه ولو ألما خفيفا، آذاه أي أصابه بمكروه يسير، لن يضروكم إلا أذى. الأذن هو الذي يسمع من كل أحد ما يقوله فيقبله ويصدقه. يقال رجل أذن، أي يسرع الاستماع والقبول، يصدق كل ما يقال له، لا يميز بين صادق القول وكاذبه. ويؤمن للمؤمنين، أي يصدقهم لما علم فيهم من علامات الإيمان الذي يوجب عليهم الصدق، فهو يصدق المؤمنين لا الكافرين ولا المنافقين. هذه الآية الكريمة بعد أن ذكر الله سبحانه من دلائل نفاق المنافقين الطعن في أفعاله، كإيذاء الذين لمزوه في قسمه الصدقات، قف على ذلك بذكر من طعن في أخلاقه وشمائله الكريمة بقولهم: إن محمدا أذن، إن نحلف له يصدقنا. لقد روي عن ابن عباس قال: كان نبتل ابن الحارث يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس إليه فيسمع منه، ثم ينقل حديثه إلى المنافقين، وهو الذين قال لهم: إنما محمد أذن، من حدثه شيئا صدقه، فأنزل الله هذه الآية. ولقد روي أنه اجتمع ناس من المنافقين، فيهم جلاس ابن سويد ابن صامت وغيره، فأرادوا أن يقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى بعضهم بعضا وقالوا: نخاف أن يبلغ محمدا ما نتقاول به فيقع بنا. وقال بعضهم: إنما محمد أذن، نحلف له فيصدقنا. فنزل قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي من هؤلاء المنافقين الذين يؤذون النبي بالأقوال الردية والعيب له ولدينه ويقولون هو أذن، أي لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبي، ثم يقولون: إن بلغه عنا بعض ذلك جئنا نعتذر إليه فيقبل منا عذرنا، لأنه أذن يقبل كل ما يقال له، لا يميز بين صادق وكاذب. يريدون بذلك أنه سليم القلب، سريع الاغترار بكل ما يسمع دون أن يتدبر فيه ويميز بين ما هو جدير بالقبول لوجود أمارات الصدق فيه وما لا ينبغي قبوله. وقصدهم قبحهم الله أنهم غير مكترثين بذلك ولا مهتمين به، لأنه إذا لم يبلغه ما تقاولوا به من سوء فهذا مطلوبهم، وإذا بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار بالباطل، فأساءوا من كل وجه، من وجوه كثيرة، أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، من الشقاء إلى الهلاك والهدى والسعادة. ومنها
عدم اهتمامهم بذلك وعدم اكتراثهم به هذا قدر زائد على مجرد الأذية. ومنها قدحهم في عقل النبي صلى الله عليه وسلم وزعمهم عدم إدراكه وعدم تفريقه بين الصادق والكاذب، وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكا وأثقبهم رأيا وبصيرة صلوات ربي عليه. ولهذا قال تعالى: قل أذن خير لكم، يقبل من قال له خيرا وصدقا. وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكاذبة فإنما كان ذلك لسعة خلقه وعدم اهتمامه بشأنهم وامتثاله لأمر الله جل جلاله في قوله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم. أما حقيقة ما وقر في قلبه ورأيه أنه كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين الصادقين المصدقين، ويعلم الصادق من الكاذب، وإن كان كثيرا ما يعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم صدقهم. ورحمة للذين آمنوا منكم، به مهتدون وبأخلاقه يقتدون. وأما غير المؤمنين لم يقبلوا هذه الرحمة بل ردوها فأوبقوا دنياهم وأخراهم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، ومن العذاب الأليم تحتم قتل مؤذيه وشاتمه. إن سب الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قدح في أصل الدين، فإنه يذهب الإيمان ويذهب الأمان ويفقد عصمة الدماء والأموال والأعراض. فسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا. طيب، بعد هذا التطواف المجمل حول هذه الآية، تعالوا بنا نمضي معها رويدا رويدا رويدا. ومنهم، أي من المنافقين، جماعة يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، يعيبونه، يقولون هو أذن سامعة يسمع من كل أحد ما يقوله ويقبله ويصدقه، فهو كما قلنا يزعمون أنه سليم القلب سريع الاغترار، أي يصفونه بالبلاء، سريع الاغترار بكل ما يسمع دون أن يتدبر فيه ويميز ما بين ما هو جدير بالقبول وما هو جدير بالرد. وحاشاه حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه، وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الإفك ومن هذا الافتراء الشيطاني، فقال جل من قائل وشهد وهو خير الشاهدين: قل هو أذن خير لكم. نعم إنه أذن، ولكنه نعم الأذن لأنه أذن خير لا كما تزعمون، فهو لا يقبل مما يسمعه إلا ما يعتقد أن فيه الحق وما فيه المصلحة للخلق، وليس بأذن في سماع الباطل كالكذب والنميمة. وإذا سمعه من غير أن يتكلف سماعه استماعه لا يقبله ولا يصدق ما لا يجوز تصديقه. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يصدق بالله وبما يوحي إليه مما فيه خيركم وخير غيركم، ويصدق المؤمنين الصادق الإيمان من المهاجرين والأنصار لما علمه من آيات إيمانهم الذي يوجب عليهم الصدق فيما يحدثونه به. ورحمة للذين آمنوا منكم إيمانا صحيحا صادقا. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقف عند هذه الآية، في هذه الآية دليل على أن إيذاء رسول الله كفر إذا كان الإيذاء فيما يتعلق بالرسالة لمنافاة ذلك لأصل الإيمان. أما إيذاؤه في شؤونه البشرية وعاداته الدنيوية فهو حرام قطعا، لكنه لا يبلغ مبلغ الكفر، كإيذاء الذين كانوا
يطيلون المكث في بيوته لدى نسائه بعد الطعام وفيهم نزل، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. هذا ليس عملا من أعمال الكفر، لكن لا شك أن الإصرار عليه بعد تنبيه الله جل وعلا عليه يعد من المناكر ومن الكبائر. وإيذاء الذين كانوا يرفعون أصواتهم في ندائه ويسمونه باسمه، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أو إيذاؤه بعد انتقاده إلى الرفيق الأعلى بالخوض في آل بيته أو في أصحابه وسبهم، فإن هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلقد صح عنه فيما اتفق عليه الشيخان: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وصح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعن ابن عمر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أصحابي، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لا تسبوا أصحابي. حديث متفق عليه. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم مانع من التعرض لما يعلم أو يظن أنه يؤذيه في حياته أو بعد مماته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحادي المحادة من الحد وهو طرف الشيء، كالمشاقة من الشق وهو نصف الشيء المنشق جانبه، وهما بمعنى المعاداة من العدوة بالضم وهي جانب الوادي، لأن العدو يكون في غاية البعد عمن يعاديه عداء البغض، فلا يتزاوران ولا يتعاونان كل منهما في شق وعدوة غير التي فيها الآخر، إذ هما على طرفي نقيض. لقد روي عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال في شأن المتخلفين في غزوة تبوك الذين أنزل الله فيهم ما أنزل: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمر. سمعها رجل من المسلمين فقال: والله إنما يقول محمدا الحق، إنما يقول محمد الحق، ولأنت شر من الحمر. وسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يتلعن، أي يلعن نفسه، ليتبرأ من هذه الكلمة التي قالها ويحلف بالله أنه ما قال ذلك. وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أي يحلفون لكم أنهم ما قالوا ما نقل عنهم مما يورث إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، يلتمسون رضاكم بهذه الأيمان الفاجرة. وكان من دأبهم أن يتكلموا بما لا ينبغي أن يتكلموا به، ثم يأتوا إلى الصحابة فيعتذروا إليهم ويؤكدوا معاذيرهم بالأيمان ليعذروهم وليرضوا عنهم. والله ورسوله أحق أن يرضوا. الحال أن الأولى بالترضية الله ورسوله،
أولى بالترضية من المؤمنين، فإن المؤمنين قد يصدقونهم فيما يحلفون عليه إذا لم يكن كذبهم فيه ظاهرا، ولكن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيوحي إلى رسوله من أمور الغيب ما فيه المصلحة للمؤمنين. أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، إن كانوا صادقين في الدعوة الإيمان، وإلا فهم كاذبون. لا إله إلا أنت سبحانك. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله؟ ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الحق الذي لا مرية فيه أن من يحادد الله ورسوله بتعدي حدوده أو يلمز رسول الله في أعماله كقسمة الصدقات أو في أخلاقه وشمائله كقولهم هو أذن، فجزاؤه جهنم يصلاها يوم القيامة خالدا فيها أبدا لا مخلص له منها، ذلك الخزي العظيم، أي ذلك العذاب والذل والهوان العظيم الذي يصغر ويهون دونه كل خزي آخر وكل ذل آخر في الحياة الدنيا. ثم قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. معنى الحذر الاحتراز والتحفظ مما يخشى ويحذر، ومعنى الخوض الدخول في البحر أو في الوحل وقد كثر استعماله في الباطل لما فيه من التعرض للأخطار. الاعتذار معروف طبعا، الإدلاء بالعذر، وهو ما يراد به محو أثر الذنب وترك المؤاخذة عليه. كلمة طائفة الجماعة من الناس أو القطعة من الشيء. يقول: ذهبت طائفة من الليل أو من العمر أو أعطاه طائفة من ماله. هذه الآيات جاءت لبيان أحوال المنافقين، جاءت لبيان حال من أحوالهم كشفت عنه غزوة تبوك، أن المنافقين كانوا يقولون القول السيئ فيما بينهم ثم يقولون عسى أن لا يفشى علينا، وكان قتادة يقول، كانت هذه السورة تسمى الفاضحة، فاضحة المنافقين، ويقال لها المنبئة لأنها أنبأت بمثاليبهم وعوراتهم وبينت أسرارهم وهتكت أستارهم، فما زال الله يقول ومنهم ومنهم ويذكر أوصافهم، إلا أنه جل جلاله لم يعين أشخاصهم، وهذا لفائدتين: الأولى أن الله ستير يحب الستر على عباده، الثانية الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذين يتوجه إليهم الخطاب في زمن النبوة، ثم من يشاكلهم ويشابههم إلى يوم القيامة، فتبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكان هذا التعميم دون ذكر أسباب لتبقى هذه لهؤلاء ولكل من سلك مسلكهم وحذا حذوهم ممن يأتون من بعدهم إلى قيام الساعة، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب. كما قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. طيب، يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تخبرهم بما في قلوب المنافقين وتهتك عليهم أستارهم وتفشي أسرارهم،
فكانوا يحذرون أن تنزل سورة في شأنهم وبيان حالهم فيكون في ذلك فضيحتهم وكشف عوراتهم. قال تعالى: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. استهزئوا ما شئتم، فإن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين أمركم. هذا كقول الله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. وفي هذا ما فيه من التهديد والوعيد على فعلهم وكونه سببا لإخراجه تعالى ما يحذرون ظهوره من مخبآت أسراره. ثم قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. أي إن سألتهم عن أقوالهم هذه التي يعتذرون عنها فهم يقولون إنهم لم يكونوا فيها جادين، بل كانوا هازلين لاعبين قاصدين للتسلي والتلهي، وكانوا يظنون من سفههم ومن حمقهم أن هذا عذر مقبول لجهلهم أن اتخاذ الدين هزوا ولعبا كفر محض وضلال بحت، كما قال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أو كما قال تعالى: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ عن زيد بن أسلم أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك في غزوة تبوك: ما لقرائنا هؤلاء؟ أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. يشتمون بذلك القراء وهم صفوة الصحابة، حملة كتاب الله عز وجل، وكان القراء سادة الناس يومئذ. ما لقرائنا هؤلاء؟ أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. قال له عوف: قاله كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فذهب عوف ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد القرآن قد سبقه. يقول عبد الله بن عمر: فنظرت إليه متعلقا بحقب ناقة رسوله. الحقب حزام يلف على بطن الناقة، تنكبه الحجارة أي تلامسه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومعنى تنكبه الحجارة أي نالته وآذته وأصابته. تنكبه الحجارة نالته وآذته وأصابته. رواية أخرى خرجها ابن المنذر عن قتادة أيضا: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته إلى تبوك، إذ نظر إلى الناس بين يديه يقولون أيرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها؟ هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: احبسوا علي هؤلاء الركب. فأتاه فقال: قلتم كذا وقلتم كذا؟ قالوا: يا نبي الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله فيهم: ما تسمعون؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إن الخوض واللعب في صفات الله جل وعلا، في آياته، في شرائعه، استهزاء بها، وهذا كفر صريح، كما قال الله جل جلاله:
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول: ألم تجدوا ما تستهزئون به في خوضكم ولعبكم إلا الله وآياته ورسوله؟ فقصرتم ذلك عليهما؟ هل ضاقت عليكم سبل القول فلم تجدوا ما تخوضون فيه وتلعبون به غير هذا؟ ثم تظنون بعد هذا أن معاذيركم تقبل وتدلون بها بلا خوف ولا وجل؟ استهزاء بآيات الله عز وجل، استهزاء بشرائع الله عز وجل، استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، استهزاء بأهل الدين لتدينهم، كل هذه أعمال كفر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن هنا كما قلنا نصف الأفعال، لا شك أفعال كفرية، استهزاء بالله بآياته برسوله بالمؤمنين لإيمانهم بأهل الدين لتدينهم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تذكروا هذا العذر لدفع هذا الجرم، لأن الإقدام على الكفر لأجل اللعب لا ينبغي أن يكون، فاعتذاركم هذا إقرار منكم بذنبكم، وهذا يوصمكم بوصمة الكفر إلا أن تتوبوا. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، إن نعفو عن بعضكم لإنابتهم وتوبتهم، ونعذب آخرين لإجرامهم وإصرارهم، فإن من تاب من كفره ونفاقه عفي عنه، ومن أصر عليه وأظهره عوقب به. باب التوبة مفتوح، فتحه الله عز وجل، لا يملك أن يغلقه أحد من الناس، مفتوح إلى قيام الساعة، حتى تطلع الشمس من مغربها على مستوى عموم الأمة، على مستوى آحاد الناس، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يوم يأتي بعض آيات ربك، أي طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. آية أخرى سورة النساء: وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. نعم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. أيضا أحبتي الحديث: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثم يقول الله جل جلاله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. بعضهم من بعض أي متشابهون في النفاق وصفا وعملا، كما تقول لصاحبك أنت مني وأنا منك، أي أمرنا واحد لا افتراق فيه. المنكر إما أن يكون شرعيا وهو ما يستقبح الشرع وينكره، أو أن يكون فطريا وهو ما تستنكره الفطر السوية والعقول السوية لمنافاته للفضائل والمنافع والمصالح العامة، وضده المعروف. ومعنى قبض الأيدي الكف عن العطاء والبذل، وضده البسط. نسوا الله تركوا أوامره فنسيهم، أي تركهم وحرمهم من توفيقه وهدايته ورحمته جل جلاله. الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله، الإبعاد من الرحمة والإهانة والمذلة. طيب تعالوا نرى المعنى الإجمالي لهذه الآية. الله جل وعلا ذكر أنواعا من قبائح المنافقين، كان ذكرانهم وإناثهم يفعلونها، وقرنها بالوعيد الشديد بما أعد لهم من الجزاء في زمرة إخوانهم الكفرة
الذين كانوا من قبلهم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي أهل النفاق رجالا ونساء يتشابهون في صفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم، كما قال الشاعر: تلك العصا من هذه العصية، هل تلد الحية إلا حية. ثم بين وجه هذا التشابه فقال: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي أن بعضهم يأمر بعضا بالمنكر كالكذب والخيانة ونقض العهد ونحوه. وفي الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وينهون عن المعروف كالجهاد في سبيل الله وبذل المال في سبيل الله إلى القتال. قد حكى الله ذلك عن بعضهم فقال: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. واقتصر من منكراتهم الفعلية على الامتناع من البذل، لأنه شرها وأشنعها وأقواها دلالة على النفاق، كما أن الإنفاق في سبيل الله من أقوى دلائل الإيمان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نسوا الله فنسيهم، أي تركوا التقرب إلى الله جل جلاله بفعل أوامره وترك مساخطه، ولم يعد يخطر ببالهم أن له عليهم حق الطاعة والشكر، واتبعوا أهواءهم ووساوس شياطينهم. فجازاهم الله على ما فعلوا بأن تركهم من لطفه وتوفيقه وعنايته ورحمته جل جلاله. إن المنافقين هم الفاسقون، إن المنافقين الخارجين عن الصراط السالكين سبيل الشيطان هم أكثر الناس فسوقا وخروجا عن طاعة الله ومن جميع الفضائل، حتى من الكفار الذين يعتقدون صدق عقائدهم الباطنة، وهم لا يبلغون مبلغهم في الفسوق والخروج عن طاعة الله والانسلاخ من فضائل الفطر السليمة. ثم بين الله جل جلاله ما أعده لهم فقال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يصلونها ماكثين فيها أبدا. لاحظ، لقد قدم المنافقين في الوعيد على الكفار للإيذان بأن المنافقين وإن أظهروا الإيمان وعملوا أعمال الإسلام شر من الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، أي أن نار جهنم فيها من الجزاء ما يكفيهم في الآخرة عقابا لهم على أعمالهم، وعليهم لعنة الله في الدنيا والآخرة في عاجل أمرهم وآجله بحرمانهم من الرحمة التي لا يستحقها إلا المؤمنون الصادقون، ولهم عذاب مقيم بالإضافة إلى النار كالسموم الذي يلفح وجوههم، كالحميم الذي يصهر ما في بطونهم، كالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، كشجرة الزقوم: إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وكحرمانهم من لقاء الله وكرامته والنظر إلى وجهه الكريم بالحجاب الذي يحول بينهم وبين رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكما أذن للمؤمنين بالرؤية في الرضا، حجب الكفار وحبسوا في السخط، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر التعليق على هذه الآيات الكريمات
على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.